مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الحكايه. يبدو وبقول يبدو ان الدوله جاده في الانتقال من الدعم العيني الى الدعم النقدي. انا بختار كلماتي بشكل حريص جدا. في جديه في هذا الامر. الدعم دخل مصر من بعد الحرب العالميه الثانيه. فمن وقت الحرب العالمية الثانية لغاية دلوقتي نتحدث سنويا أو كل 5 سنين أو كل 10 عن الانتقال من الدعم العيني اللي هو موجود دلوقتي إلى دعم نقدي ناس تاخد فلوس في إيدها. الناس اللي بتتفرج على الحلقة دي دلوقتي لو هم بيقولوا أنا ملياش دعوة ده الدعم للناس اللي مستحقة للدعم. أنا بقول لحضراتكم أن هذه الخطوة إذا حدثت السوق المصري هيبقى فيه تغيير كبير جدا، يعني في أشياء كثيرة جدا هتحصل. الأمر ليس بسيط أو مبسط من أنه حضرتك كنت بتاخد كام فخد الفلوس في إيدك إيه وهذا الأمر ومتشكرين ومع السلامة. الأمر معقد جدا، وأنا النهاردة بقول أنه يبدو أن الدولة جادة لأنه تم نقل الأمر إلى الحوار الوطني وبدأت الحكومة تطالب الناس بحوار مجتمعي. أنا عايز أسمع إيه الحكاية وإيه الموضوع. ويبدو برضو، معلش أنا آسف هستخدم يبدو كتير، إن المرة دي في شوية وقت، يعني مش هتبقى زي العيش ولا زي الكهرباء ولا زي البنزين، لا في وقت انه تقريبا هذا الانتقال، لانه حتى لو ارادت الدوله ان هي تعمله بكره هياخد معاها وقت، لانه مساله معقده جدا جدا، يعني مش بالسهوله دي. ولذلك انا قررت انه في الحلقه دي نبتدي من الاول نشرح لحضراتكم ايه الموضوع، لانه زي ما بقول لك اوعى تفتكر ان انت بعيد عن الحكايه، انت جزء من الحكايه، لانه في تغييرات كثيره ممكن ان تحدث في هذا الامر. معانا الدكتور حسن الصادي، استاذ اقتصاديات التمويل بكليه التجاره جامعه القاهره. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. ومعانا الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس امناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. اهلا بيك فندم. اهلا بيك دكتور حسن. يعني ايه انتقال من ببساطه شديده يعني الدعم العيني الى الدعم النقدي؟ الانتقال من الدعم العيني الى الدعم النقدي هو القضاء على أداة من الأدوات اللي هي كانت بتسبب فساد في السوق، كانت بتسبب نوع من أنواع عدم وصول الدعم إلى مستحقيه، لأن هو دايماً بنقول لما بيكون في سلعة بسعرين لازم يحصل فيها نوع من أنواع التكسب والتربح من مجموعة من الأطراف على حساب الكلام دوت. وبالذات كنا بنشوفه في العيش بأقصى حاجة ممكنة، كانت في الحتة بتاعت العيش، في الزيت وفي الرز وفي السكر في العيش والكلام ده كله، كنا بندي لهم المنتجات ديت بأسعار مخفضة. كان بيتحول مجموعة من التجار كانوا بيحصلوا على هذه المنتجات وبيدخلوها في دورة انتاجية تانية بأسعار مرتفعة على حساب المواطن الغلبان اللي موجود. طيب نعمل ايه؟ يبقى لازم نلغي السعرين اللي موجودين في السوق. نلغي السعرين ازاي؟ ان انا اتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي، ان انا اديله ما يكفيه لشراء هذه المنتجات بسعر واحد في السوق. يعني ايه؟ يعني رغيف العيش حتى مش يعني الناس كلها الفورة كلها والهوجة كلها ان سعر الرغيف بيطلع من 5 قروش لعشرين قرش. لا، انا بقول مش من 5 قروش لعشرين قرش، هو المفروض يطلع من 5 قروش لمية وعشرين قرش، اللي الحكومة بتقول عليه ان ديت التكلفة الحقيقية بتاع رغيف العيش اللي هو 120 قرش او 125 قرش. لا يا حكومة، ارفعيه لمية خمسة وعشرين قرش، بس وصلي رغيف العيش للمواطن المحتاج بآلية مختلفة عن الآلية اللي موجودة حاليا. يعني معلش عشان افصل، ما هو 20 قرش برضه هيبقى فيه سعرين وهيبقى فيه فساد. انا ما قلتش حاجه. اتفضل. انا حضرتك قول اللي انت عايزه، انا ما قلتش حاجه. علشان بس اشرح للناس، حضرتك بتقول ان انت اللي المفروض هيحصل فيه الدعم النقدي ان انا حدي المواطن جنيه وربع بدل ما انا بدعمه بالجنيه وشلن. بالظبط. صح كده؟ انا كنت بدفع له جنيه. انه المواطن ينزل يشتري العيش اللي هو المواطن المستحق للدعم. بالظبط. يشتري بجنيه وربع. بالظبط. زي ما انا بشتري بجنيه وربع وزي ما حضرتك بتشتري وزي ما كل بالزبط. الناس غير المستحقه للدعم دي الفكره. دي الفكره. ان هو يقف في طابور العيش. أيوة. ده ياخده ب 125 ان شاء الله ما يكونش في طابور يعني. ومش هيبقى في طابور عيش في الحاله دي.
في الحالة ديت ايه اللي هيحصل؟ المواطن دوت هيوفر جزء من الدخل بتاعه اللي هو كان بيشتري بيه عيش ويروح يبيعه لتاجر مواشي، يبيع التواجر بتاع خضار بتاع دواجن بتاع مواشي بتاع الكلام اللي كنا بيتصرف اللي بيروح فيه في الاتجاه دوت. في الحالة ديت يا فندم هنقضي على جزء كبير جدا. ان انا احوله بقى لدعم نقدي، ده معناه ان انا بتحول لحتة جديدة في الاقتصاد. الحتة الجديدة في الاقتصاد ديت المفروض ان انا استخدمها في القضاء على أو التخفيف من عبء الاقتصاد الغير الرسمي وضغطه على الاقتصاد الرسمي في الدولة. يعني إيه؟ دلوقتي إحنا الحكومة بتقول إن هي في حدود 5000 جنيه هتديها لكل أسرة. لا، هو امبارح كان معانا الحكومة قالوا ده للتمثيل، يعني على للتمثيل. على سبيل المثال هي مش هتدي 5000 جنيه، 3000، 2000 واتيفر اللي هم هيحسبوه. أصل هي ممكن حسبتها بسيطة جدا، أنت بتتكلم في 5 ترغفة، الرغيف في 120 أيا كان ماشي، الأسرة بتاخد 25 رغيف في 120 قرش، فأنت بتتكلم في 30 جنيه اضربهم في 30 يوم، فأنت بتتكلم في 9000 ده 900 ده في العيش بس، ما بالك في الزيت والسكر والكلام ده كله، فهي هتوصل في حدود 3000 يمكن أكتر. أيا كان الرقم، هي الرقم ده أنا استفيد منه إزاي؟ الرقم دوت إن أنا اللي هياخده لازم يشتري من الدعم النقدي اللي انا بديهوله دوت، ان انا برفع مستوى المعيشي، يشتري من سلاسل التوزيع الرسميه اللي موجوده في الدوله. يعني ما يقدرش يروح للاقتصاد الغير الرسمي يشتري منه. يعني ايه؟ يعني انت عايز تشتري المستلزمات السلعيه بتاعتك احتياجاتك، تروح يا فندم عند بقال، عند سوبر ماركت متسجل عندي في الدوله، ماسك بطاقه ضريبيه ليه سجل تجاري متسجل عندي في الدوله. ده دي تفاصيل هرجع لحضرتك ان شاء الله. نفس السؤال ده، تفسير أستاذ التمويل لهذا الأمر، إنه من واضح إنه هو ميال، يعني حابب فكرة إنه ننتقل من العيني إلى النقدي، واضح في الكلام. تفضل. أنا عايز أقول لحضرتك، يعني تسمح لي نكون مختلف شوية في المدخل. المدخل عموما القضية الرئيسية مش النقدي أو العيني، خلينا نشوف هو إيه الدعم أصلا. هو بيحطني قدام، يعني في ابتداء قرار رفع الخبز، انا يعني كشخصي واحنا حزب التحالف الشعب الاشتراكي واحزاب كتير مش موافقين عليه، مش موافقين على رفع الخبز فجأة وفي الحقيقة بدون حوار مجتمع. يعني هو انت بتقول لي حوار وطن ومش عارف ايه، والناس بقى لها سنتين في الحوار الوطن، وتاخد القرارات الرئيسية خارج هذا الحوار، وحتى خارج مجلس النواب، لان انا ما اعرفش ان مجلس النواب ناقش، فده قرار بالمفاجاه، واخد بالك؟ فالاسلوب نفسه ما يمشيش. جديه هذه القضيه تفترض مناقشه اوليه في كل هذه الايات، لكن ده نمره واحد. وبعدين انت خدت قرار بزياده 400%، مش لما اخذ 10 20% 30 40 400% بالنسبة لشعب فيه نسبة عالية من الفقراء اللي بتاكل العيش ده محتاجاه للأكل. يعني في ناس بتاكل عيش بس، في فقراء وفي فخر متقى. فالقضية دي لازم تؤخذ في الحسبان كقضية يعني أمن اجتماعي لهذه البلد. لازم يبقى فيه حرص على الأمن الاجتماعي لهذه البلد. نازلة لو ما عرفتش تاخد رغيف العيش ده هتعمل ايه؟ دي قضيه لازم تقص في الاعتبار. لكن قبل كده، قبل ما اقول نقضي وعين، هل هي دي الاشكاليه؟ هل اشكاليه الموازنه العامه في مصر هي ال 100 مليار دول بتوع العيش؟ 130 لا، بيقولوا ارقام مختلفه. ما انا مسجل كل حاجه، يعني اصل لو قعدت يعني خلينا على العادي مش هتكتب. لا، هي 98 قالوا كذا رقم اللي تشوفه، قالوا كذا رقم مسجلين كل ما قيل. رئيس الوزراء قال حاجه والبتاع والموازنه قالت حاجه، يعني 30 مليار هنا 30 مليار يعني حضرتك ما تقفش عن 100 مثلا، يعني مش هنقف عنه. انا متفق مع حضرتك 100 120. طيب، هي دي مشكله الموازنه في مصر. انت عندك المشكلة الرئيسية، أنا أبدأ لك بالمشكلة بقى. المشكلة الحقيقية في مصر في هذه الموازنة، لما نمسك هنقول إيه؟ الدعم، قوانين المشكلة هي الدعم.
المشكله كانت الدعم من 10 سنين واكتر. يعني كان الدعم، وكان يعني دعم الطاقه تحديدا، واخد بال حضرتك؟ يعني اقربها لحضرتك ازال يعني عشان اقول بس ما غلطش. التحول، التحول في العمليه دي في ثلاث كتل في الميزانيه معروفه، كانت الميزانيه بتروح فين؟ الدعم، الاجور، الايه؟ الديون. ايوه الفوائد، فوائد الدين. ثلاث كتل دي، الثلاث كتل دي كانت ايه وبقت ايه؟ يعني اقول لحضرتك مش هنمسك بقى بالتفصيل كله، لكن سنه 2013 قبل بدء الاتفاق مع الصندوق والاصلاح الاقتصادي اللي تعمل، كانت كالاتي: كانت الاجور 25%، الفوائد 24.5%، الدعم 33%. يعني الدعم كان اكتر طبعا، كان اكتر نسبه، وكان داخل الدعم الطاقه هي الاكبر لانه حركوا اثاره. طب اخر ما انتهينا، تعالى نيجي للاخر بقى عشان ما ناخدش نقطة حضرتك كتير. بقى ايه؟ الاجور من 25 بقت 14.7، يعني نزل. وانا مش عايز اقول لك ده يعني ثابت، يعني كلام الحكومه لما تتكلم عن ان زودنا الاجور ده كلام يعني ما يتقالش على ماخذ الجديه، لانه بيزود زيادات شكليه ماشي فن. اقل من معدل التضخم واقل كنسبه من معدل نمو الناتج المحلي، فبتنخفض، وده التزام هي ملتزماه كاتباه في خطاب النوايا. فالاجور قلت، نزلت للنص، نزلت للنص. طيب الدعم ايه؟ نزل للنص برضه. الدعم كان 33، حاليا بقى 15.2. ايه اللي تضاعف؟ فوائد الفوائد. الفوائد من 24 في الموازنه الجديده دي هتعدي حاجه و40%. فاذا انت القضيه الرئيسيه الفوائد، مش ال 100 مليار بتوع الدعم، ما تقومنيش الدنيا وتقعدها عليهم. ده لو انا خدت بقى رقم الدعم اللي هم بيتكلموا عليه، ال 636 ده انه كصحيح، لا احنا لنا كلام كتير فيه في صحته. حاضر، انما حضرتك ليك ملاحظه عايز تقولها. علشان ننسبها صح. انا ما نسيبش الدعم للجانب بتاع الدعم، انا انسب الدعم لايرادات الدوله. هي الدوله ايراداتها كام؟ بتصرف على الدعم من الايرادات دي كام؟ اوكي؟ الدوله في 18 19 كان ايرادها مليار، تريليون و80 مليار وكسر، وكانت بتصرف على الدعم، على اجمالي الدعم 203 مليار جنيه بنسبه 2% 2.46 من الايرادات. من الايرادات. انا عايز، ما انا بدي لك سنة الايرادات. سنة كام يا دكتور حسن؟ ده يا فندم 19 18 ده من بعد ما خفضوا. ده يا فندم من الويب سايت الرسمي بتاع البنك المركزي المصري. ده مش من عندي. احنا أوكي؟ حافظين الارقام دي، اتفضل. 2019 2020 كان اجمالي ايرادات الدوله تريليون 121 مليار 422، صرفت منهم على الدعم كام؟ صرفت منهم على الدعم 132 مليار. فالكلام ده هو طلع من ال 2.5% طلع ل 7.17%، وده كان معروف 7%، لان ده كان الوقت بتاع الكورونا. ايوه ده كان الوقت بتاع الكورونا. جينا في 2020 2021 ارتفع دخل الدوله لمليار لتريليون 266 مليار وكسر، ودفعت منهم في الدعم مليار 121 مليار ونص. فانخفض الدعم كنسبه من الايرادات من 7 ل 6.5. فالمخصصات بتاعت الدعم كنسبة من الإيرادات انخفضت. الدولة بتصرف 6% من الدخل بتاعها دعم. جينا في 2021 2022 إيراداتنا بقت تريليون و300، الدعم وصل ل 108، النسبة بقت 8. في 22 23 الإيرادات مليار ونص، تريليون ونص، الدعم 127 بقى 8%. فإحنا كده الدعم بتاعنا كنسبة من إيرادات الدولة هو في حدود 8%. تمام؟ الإشكالية فين؟ ما هو 8%، طب ما هو عادي 8% 5% لغاية 10% ان انا ادي دعم. امريكا هتلاقي فيها النسبة دي. ايوه بالظبط، كوبونات. كوبونات ماشي. الفود ستامبس اللي هي موجودة في امريكا. ما النسبة دي موجودة في امريكا. المشكلة عندي فين؟ المشكلة عندي يا فندم ان احنا بنقول ان 64% من الشعب المصري بيحصل على دعم، ودي كارثة.
ده معنى كده ما هو مين اللي بيدفع ثمن الدعم؟ ال 36% التانيين. ايوه صح؟ يبقى انا كده بحمل ثلث المجتمع عبء ثلثين المجتمع. يبقى المشكله في التركيبه الاقتصاديه بتاعه المجتمع الاقتصادي المصري، ان 64% من المواطنين بياخدوا دعم اللي بيدفعوا ال 36% التانيين. ما هو ما حدش بيدفع الدعم دوت الا الاقتصاد المصري. ال 36. طيب يبقى انا عندي نسبه فقر عاليه جدا هي اللي مسببه لي ان انا ادفع الدعم دوت وان انا الكلام دوت. يبقى انا المشكله بتاعتي مش في الدعم، انا المشكله بتاعتي ان انا اقلل نسبه الحاصلين على الدعم عن طريق رفع مستويات الاجور، مش رفع مستويات الاجور ان انا اديلهم دعم. لا هو لا هو ان انا اخلق لهم ادوات انتاج. حضرتك ويعني اكيد حافظ الارقام، مستوى الفقر السنه دي غير السنه اللي فاتت عمال بيزيد. صح. فاللي حضرتك بتقوله ده لا يمكن انه ينصلح من الناحيه دي، لانه مستوى الفقر بيزيد كل سنه. ما احنا لو وصلنا بالطريقه يعني ديت هيبقى مستوى الفقر هيوصل ل 70 و80% لو فضلنا بالمعدلات المتتاليه. بسبب ايه؟ بسبب ديت. الدعم ولا بسبب لا السياسات الماليه اللي عملت اختلالات هيكليه في الاقتصاد، رفع سعر الفايده وخفض سعر الجنيه ادى ايه؟ عامل ارتفاعات قياسيه في تكلفه خدمه البنك. نرجع ده تاني. قولا واحدا نرجع تاني، نرجع تاني عشان بس ايه نبقى مركزين في النقطه. طيب هل تغيير النمط اللي المصريين متعودين عليه واللي الحكومه متعوده عليه ان هو بيدي دعم للمواطن على عشرات السنين، الان هناك تفكير، وده هنا ده لب الموضوع وده السؤال، هناك تفكير في انه الاول مرة بقى تتاخد قرارات واضحة صح او غلط، ده اللي حضراتكم هتقولوه من عيني اللي هو ماشي اللي هو البقال ومش البطاقة والمش عارف ايه، ليه كلنا هننزل السوق نشتري؟ هل انا فاهم صح؟ يعني أيه. يوم ما يحصل أيه. هذا الدعم النقدي كلنا سواسية، كلنا نازلين السوق نشتري كيلو الزيت 800 جرام بنفس سعره في السوق، السكر هو هو، الرز هو هو، كل حاجة هنشتريها كلنا هو هو. وعندي أسئلة تانية في بقية الحاجات اللي هنشتريها كلنا هو هو برضو. السؤال هل ده يكون أفضل؟ هل وهو غرضنا في النهاية زي ما غرض حضرتك وحضرتك إنه المواطن تبقى حياته أفضل، هل لما ده يتغير من عيني لنقدي المواطن تبقى حياته أفضل، يبقى عنده اختيارات أحسن، حياته تبقى أفضل يعني؟ بالظبط. اتفضل. أنا هقول لك أولا ابتداء يعني ما حدش بينبسط قوي من كلمة دعم، يا ريت إنه كله يبقى بسعر واحد، لكن إيه اللي جاب الدعم وإيه اللي بيخلي ما ينفعش يتلغى فجأة؟ بل حضرتك تذكر العبارة، انت طبعا سيد من يعرف هذه العبارات، العبارة الشهيرة هنلغي الدعم بس لما الناس ايه تتغنى. طب هل الناس اتغنت ولا الناس ازدادت فقرا؟ قولا ما هو مش هيلغي الدعم، يا فندم هو مش الغاء الدعم، محدش بيتكلم على عشان بس الكلمة، اصلا انا في برنامج بيتاخد منه كلمة والدنيا تطير. لا لا ما هقول لحضرتك دكتورنا محدش بيتكلم عن الغاء الدعم، احنا بنتكلم عن رئيس. ايه خفض؟ ما انت دلوقتي خفضت، لا لا خفض. ولا حد بيتكلم عن خفض. انا ما يهمنيش لا بالنسبه للقضيه، لو القضيه منحصره في الدعم النقدي او العيني في خبراء برضو اتكلموا في ودرست من بعض الخبراء، وفي محاذير على فكره التحول للنقد كثير، منهم مثلا الدكتور نادر نور الدين نفسه، وده يعني راجل خبير اتكلم عن في مشاكل، وانا ممكن اقول لك لا المشاكل. قبل المشاكل في مشاكل في التحول للنقدي، انا بتكلم وانه بيتقال انه النقدي ده بتاع الحكومات، النقدي بتاع الحكومات يعني التعبير كده، النقدي بتاع الحكومات والعيني بتاع الفقراء لاسباب كثيره. ان انت عارف لما تيجي دلوقتي انت محدد للمواطن 50 جنيه في الشهر في دعم البطاقه، يعني 600 جنيه في السنه، من كام سنه؟ من 8 سنين لازالوا هم فانت اذا انخفضته، لكن لما يبقى هنا الحكومه اللي استفادت،
المواطن الفقير بيتاكل كل سنه. فدي يعني احد الضوابط. طب دي واحده. لو انا هرجع لحضرتك تاني عشان تبسيط مخل حتى. نعم تبسيط مخل. انا الدوله النهارده بتديني اكس دعم. قررت انه اكس الدعم ده اللي انت بتاخده اللي هو الفرق بين زي ما دكتورنا قال المثال الفرق بين ال 105 وال 125. انا هديك ال 120 الباقيين في ايدك. لمين؟ للمواطن. ما من ضمن المشاكل مين المواطن؟ ما هي فيها مشاكل أي كتير. دي للزوج ولا للزوج؟ هنروح في البرازيل كانوا بيدوا الزوجه. هنروح انما ارجع تاني لحضرتك برضو بتبسيط. هل افضل ان المواطن ياخد الفلوس في ايده؟ ده المبدا من الاول، ولا يفضل ما ياخد التموين زي ما هو دلوقتي؟ سؤال واضح. اذا حققت كل الشروط تبقى تشوف الانتقال، لكن الان لا توجد شروط مهيئه لمثل هذا الانتقال، ولا عندك اليات لحصر كل الفئات المحتاجه للدعم. هياخد ايه؟ لان انت عندك اولا فئات فقيره، وعندك بطاله، وعندك فئات مهمشه، وعاملين في القطاع غير الرسمي، ودول يعني بالملايين. فضبط ما هو اللي بياخد البطاقه هو اللي مرشح انه ياخد الدعم، مش كده ولا ايه؟ هيتاكل بقى. يعني انت لو على فرض هتديه لمين في 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 البطاقه؟ يعني الخبز مثلا هتشيله وتديله مبلغ نقدي مقطوع؟ لا مش الخبز، ده هو قايم نايم كله بسلطاته ببابا غنوجه، هياخد نقدي في ايده ولن يكون. انا فاهم كده الانتقال من الاول، انا فاهم غلط يا دكتورنا؟ لا بص يا فندم، الاشكاليه في ايه؟ الاشكاليه احنا هنخاطب بطن ولا هنخاطب عقل؟ احنا بنخاطب بطن المواطن ولا عقل المواطن؟ احنا بنخاطب بطن الدوله ولا عقل الدوله؟ عملية الدعم يا فندم محدش يقدر يلغي الدعم. محدش يقدر يلغي الدعم. هي يتناقص يا دكتور حسن. يتناقص هي عملية وآلية وصول الدعم. أنا عايز أوصل للفرد في الأسرة خمس ترغيفة عيش في اليوم. والأسرة ديت خمس أفراد أو ست أفراد، فأنا عايز أوصل لها 25 رغيف 30 رغيف. يبقى بجنيه و20 قرش، يبقى بخمس قروش، يبقى ب20 قرش. أنا اللي يهمي عندي إن أنا أوصل له الخمس ترغيفة لكل فرد في الأسرة، صح؟ ده الهدف. يعني بس انا عشان احنا بنتكلم حصرا دلوقتي عن دعم الخبز. لا وقيس على كده احنا الدعم. انا لما اتكلم عن الدعم يا ريس بيتكلموا عن 600 مليار. ال 600 مليار هل دي ده هل الرقم ده حقيقي؟ لما يقول لي المعاشات ما هو يعني معلش انا بقول لك الرقم ده الحكومه برضه يا دكتور. لا يعني انا بقول لك انا بقول له احنا في 600 مليار دول انتوا كده بترجع وتعود لرغيف الخبز. لا 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 لو عادت لرغيف الخبز هقول لك خليها دلوقتي. لا لا يا دكتور لكن هتقول لي المعاشات. لا لا الخبز ده المعاشات دي الحكومه خدت فلوس المعاشات، خدت 950 مليار، وكان البدر الفرغلي بيناضل لان دي اموال خاصه وخدتها وبترضها قسط للناس وبتقول انا بعمل دعم. بص يا ده مش صحيح. ما هي بترجع لما تقول دعم البترول، دعم المنتجات البترول وتحط لي 140 مليار يا دكتور، ده كلام محاسبي، ما بتحطش حاجه من جيبها، ده بتحسب فرق اسعار استهلاك البترول. بيشتروا منين؟ ما هو ده معظمه من انتاج محلي. انت عندك انتاج محلي. طب عشان بس اخش في التفاصيل تاني، فالكلام يعني كل ده هيبقى نقل ازاي؟ انا مش فاهم. انا ما بنتكلمش على العيش بس يا فندم، انا عايز اسال بس سؤال بس عشان نشرح الناس. اتفضل. احنا عشان الناس الموضوع بالنسبه لها جديد، احنا بنتكلم على ايه؟ على مواطن لن ياخذ اي شيء مدعوم، صح؟ صح. فهو كل الدعم اللي بياخده هياخده فلوس، صح؟ هياخده قوه شرائيه، عيش، بوتاجاز، غاز، سكر، زيت، اي شيء كان بيتحصل عليه مدعوما سيأخذه نقدا، فاهم انا صح؟ هياخده قوه شرائيه مش نقدا. ما يعني كارت كارت مشتريات. جميل. الكارت مشتريات ده يقف في الطابور في هايبر في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا،
اللي قدامه مش واخد دعم، اللي وراه مش واخد دعم، وهو في النص واخد دعم، لا اللي قدامه عارف ان هو مدعوم ولا اللي وراه عارف ان هو مدعوم. تمام. يقف قدام الكاشير مواطن مصري زيه زي اي غيره. تمام. مش ذنبه ان هو دخله منخفض، لازم احميه اجتماعيا ولازم احميه نفسيا ولازم احمي كيانه دوت. ما وقفوش على فرن اقول له الفرن ده بتاع، ايوه ثانيه واحده، الفرن ده بتاع المدعوم والفرن ده بتاع السياحي، فيبقى استاذ جامعه دخله منخفض واقف في الفرن المدعوم بيهان، ويبقى دكتور شريف مش عايز يمد ايده وطبيب غلابه واقف في الفرن بتاع المدعوم، ويبقى معدي اللي قدامه ابن كذا وابن كذا اللي بيسرقوا الشعب، يقول له بص يا ابني ادي استاذ الجامعه اهو واقف في المدعوم، وادي الدكتور الشريف اهو واقف في المدعوم. فانت بتعمل خلل يعني مجتمعي غير طبيعي. يعني دكتور حسن انت بتعمل خلل، ده موضوع تاني برضو. يعني دي قضيه الفساد. بص هي يا فندم، بص يا فندم، منظومه الدعم العيني هي منظومه فساد من اولها لغايه اخرها. ضعاف النفوس ما لهمش اول من اخر. فانت بتعمل ايه؟ انت بتقضي على المنظومه ديت ازاي؟ ان انا بديلك كارت مشتريات، بديلك فود ستامب زي موجود في امريكا، بتروح تشتري بيه، وبحط لك محددات ان انت بتشتري مجموعه محدده. هو الفود ستامب في امريكا مش مهم يعني مش زي اللي موجود عندنا. اللي هو ايه؟ ان انا يا فندم بديلك الدعم دوت على السلع الاساسيه، ما تروحش تشتري لي بقى تلفزيون 60 بوصه وتقول لي انا واخد دعم 5000 جنيه ومعايا فلوس ان انا اشتري. لا انا بحدد ده لعيني هو اللي بيلغي المشكله. لا دي يا فندم، لا يا فندم، لان في النقد بقى يا اما هتديله على ما اعتقد ساعتك من الارياف وتقول له اشتري سلع معينه، فتبقى رجعت للعيني برضه يا فندم. على ما اعتقد كده تبقى رجعت للعيني برضه. كلنا ايه اللي بيحصل في المنظومه بتاعت العيش وفي الزيت وفي السكر وفي الرز؟ ايه اللي بيحصل في منظومه التوزيع؟ الفساد يا فندم. ليه؟ لان انا وصلت له كده. لكن هو لما الغي كل بقى المنافس بتاعت التوزيع المدعوم بآلياتها بشكلها دوت ودخله في الاقتصاد الرسمي، يعني ايه؟ لو قلنا 3000، لو قلنا 2500 مش 3000، الناس قالوا اي قول رقم، قول رقم اعتباطي. لو قلنا ان احنا بنتكلم على الاسره 2500 جنيه في الشهر، عارف ده معناه كام يا فندم؟ ده معناه انت الحكومه بتقول ان انا عندي 64% من الشعب بياخد دعم. 64 يعني انت بتتكلم في حوالي 78 مليون مصري. 78 مليون مصري دولت تقسمهم على 5 اللي هو متوسط عدد الافراد في الاسره، 78 دولت انت بتتكلم في حوالي 15 مليون اسره. 15 مليون اسره لما تاخد 2.5 الف 2500، فانت بتتكلم 15 مليون في 2.5، فانت بتتكلم في حوالي 37.5 مليار جنيه في الشهر، او حوالي 40 مليار جنيه في الشهر. 40 مليار جنيه في الشهر اضربهم في 12 شهر، فانت بتتكلم في نص تريليون جنيه هيخشوا للاسواق. دولت بقى يا فندم نص تريليون بتوع ايه؟ بس يا فندم كمل اكمل اللي هم بتوع ايه؟ طب هنسمع بقيه المعادله. معلش هترد عليه اكمل سعادتك، اكمل سعادتك، اوكي؟ ماشي. انا يعني بس فانا معناها ان انا الرقم اللي الدوله بتقول او الرقم الاعتباطي اللي احنا بنقول عليه 2500 للاسره، ده يعادل يا فندم 40 مليار جنيه في الشهر، يعني يعادل 480 مليار جنيه في السنة هيخش السوق. دي التورتة بتاعت الدعم اللي هتروح للسوق. مين بقى اللي هيستفيد منها؟ كل من هو ليه سجل تجاري وماسك بطاقة ضريبية، وبالتالي انا قدرت ان انا احصل الايراد بتاعي، وبالتالي النص تريليون دوت انا دخلته في الاقتصاد الرسمي بدل ما هو كان بيصب في الاقتصاد الغير رسمي. هتيجي تقول لي دخلوا في الاقتصاد الرسمي ازاي؟ هقول لك يا فندم اللي عنده الادوات ديت هو اللي بيشتغل عنده الكارت. يعني ايه؟ يعني عنده البوينت اوف سيل، انا بدي لك بحول لك على الموبايل بتاعك الفلوس بتاعتك اللي انت بتروح تسكانت عنده وبتشتري بيها. في الاليه ديت موجوده في العالم كله، موجوده في الخليج، موجوده في كل حته. وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ انا ما بمسكوش كاش في ايده، لانه لو مسك كاش في ايده ما اقدرش بقى اعرف ان هو هيشتري بيها سيجاره مخدرات ولا هيشتري بيها سيجاره. انتوا ليه ماسكين على موضوع المخدرات ده؟ كل واحد يقول ايه؟ مش عايزين ندي فلوس للناس. هو احنا قاعدين في غرزه، هم قننوها في المغرب. كل واحد بقت جمله شهيره، حرام حتى تتكلموا عن المصريين كده يا جماعه. يا فندم يا فندم، كل واحد يقول لك ايه؟ اصل هياخد فلوس يشتري بيه سيجاره مخدرات. هي الناس لاقيه تاكل عشان تاكل النقد كده. ما يا فندم مش لاقي ياكل وبيدخن. طب ما هو ده عيوب النقد يا دكتور حسن. يا فندم انا بقول لك ايه؟ المنظومه ديت، المنظومه ديت لا تسمح لي ان هو في يعني الجزء هو لو عايز سيجاره مخدرات اساسيه هيروح يجيب الزيت والسكر يعني انت بتبيعه وعايز ويجيب سيجاره مخدرات. طب ما هي هي، هو لو عايز ما هي هي ده عيوب كلها مش مزايا. انت بتتكلم عن عيوب في الحقيقه. انت بتغير منظومه الدوله. انت بازازه الزيت اللي هو خدها ديت
عليها باركود. الباركود ده معناه ان هي دخلت الاسره ديت ما دخلتش اي حته ثانيه. لما الاقي الباركود دوت طالع في اي حته ثانيه يبقى الراجل دوت راح باع ازازه الزيت بتاعته. واحنا عندنا الرقابه عظيمه قوي. ما هو لازم نعملها يا فندم. الهند طب الهند عملتها. طب حضرتك واضح التفكير ازاي العيني في مشاكل وفساد واشياء كثيره وانه النقدي ممكن يؤدي الى يعني حياه افضل. اتفضل. انا اشوف والله حضرتك انا رايي انه المناقشه كلها لازم تتحط في اطار مختلف شويه وفي سياق يعني بحث ايه المشكله اللي احنا بنشوفها. اصل لو قفزت فوق المشكله مش هتقدر توصل لحاجه، هتند في الكلام ده للصبح. المشكله اللي احنا فيها مشكله اقتصاديه اساسيه بتتجلى بقى كل الكلام ده بيظهر، فساد مش عارف ايه. الفساد قضيه مش خاصه بالخبز بالخبز اللي بيتوزع. منظومه السلع كلها فيها مشاكل. منظومه اداره المجتمع. الفساد لن يحل اولا يعني فنيا بقى. انت موقف تعيين مفتشين طب فين التموين؟ اذا انت موقف مفيش ما عندناش ارقام بطلت تعيين. لكن الفساد قضية أكبر من هذا، قضية أكبر بوجود رقابة مجتمعية وحياة ديمقراطية وإعلام حر ومجالس محلية، كل ده اختفى. فكل ده في جميع المجالات، مش هيبقى في شوية رغيفة الخبز اللي بتوزع. في نسبة فساد فيهم بس النسبة أنا ممكن أتحملها لأهمية هذه القضية، لكن في كل هذه القضايا التانية. طب ما هو والهدر الاقتصادي دكتورنا، اصل انا النهارده مش حاضر احل مشكله المجتمع المصري كله، انا بس عايز احاول احل مشكله انه يبقى عيني ولا نقدي. الخبز خليه عيني، خليه عيني دلوقتي. الخبز ده مخاطره كبرى. ما لا. انا شايف الكلام كله بيلف ويدور على الخبز، انا مش شايف حاجه تانية. مش على الخبز، ما هو الشكل بقى الكهرباء. لا أنا الكهرباء. ايوه الكهرباء. أيوة. الغاز. أيوة. المعاشات. ايوه واخد بالك؟ طب انا بقول لحضرتك خليني اقول لك في جمله واضحه، المواطن هيبقى معاه كارت، انسى العيش خلاص، هيبقى معاه كارت عليه كل الاموال اللي بيستهلك بيها الدعم، فنحن لا نتحدث عن الخبز فقط. فهيبقى معاه كارت كل دعمه بالظبط، بوتاجاز وغاز. وفي ناس متطرفه اكتر من كده حتى بيقولوا ان ده هيحصل، بس انا مش عايز اخش في الموضوع ده دلوقتي. ايه راي حضرتك انه لما يبقى معاه كارت في كل الفلوس اللي الدوله بتصرف عليه كدعم وهو حر بقى ينزل يجيب الحاجه اللي هو عايزها؟ بص غير سيجاره الحشيش. شوف يعني الاسلوب مش هيبقى فيه مشكله كبيره. انا بقول لحضرتك الخبز لا لا وخطر، والطريقه دي في المعالجه فيها خطوره مجتمعيه كبيره. ده رايي انا، بقول لك بصراحه. ماشي يا فندم. ده لصالح هذا البلد، لان ما جاتش على هذا اللي لا يمثل سوى نسبه محدوده جدا. احنا قلنا يمثل 2.5% من مصروفات الدوله. ده كله لو افترضت انه يعني كله بدد يعني طبعا. ده اللي هيبدد منه مثلا 10-15%، لكن عموما ده 2.5% من المصروفات. ماشي. فاذا انت القضيه دي الخبز ده خليهولي على جنب. ماشي فندم. خليهولي على جنب وخلي الغلابه تاكل رغيف العيش بتاعها ونشوف لو في عيوب نصلحها. الى ان يعني نصل لاسلوب امثل لتظبيط كل ما انا ما عنديش مانع عنه، لكن الى فتره طويله معترف ان انت اصلا الاتفاق مع الصندوق كان حته الحمايه الاجتماعيه دي بتتعمل ليه؟ لانه عارف ان في اثار جانبيه شديده الوطأة على فئات واسعه، فبيقول لك ناخد نسبه من اللي احنا وفرناه نعمله للحمايه. مش هنتكلم عن عداله اجتماعيه، المفروض يبقى في عداله اجتماعيه، ما احنا بنقول كده. الدستور المصري بيقول عداله اجتماعيه، العداله الاجتماعيه حاجه ثانيه خالص غير الكلام ده كله، واحنا متمسكين بيها بس هنركنها على جنب دلوقتي. خلينا نمشي الامور، بس نمشي الامور بالعقل. طب حاضر بالعقل. هقول لحضرتك قد ايه الفساد في العيش. ماشي اقوله لك. بص يا فندم،
انا ما بحبش اتكلم، انا بروح بعدي على الفران بشتري من هنا 10 رغيف، بشتري من 10 رغيف، بشتري 10 رغيف، ده بيبيع لي رغيف بكام؟ واحد بيبيعه لي بجنيه ونص، واحد بيبيعه لي ب2 جنيه، بوزنه، ده السياحي بوزنه بيطلع كام؟ متوسط الوزن بتاع الرغيف 50 جرام بجنيه ونص ل2 جنيه، يعني الجرام بكام؟ 150 قرش على 50 3 قروش، وبيوصل ل4 قروش. الوزن الرسمي بتاع الرغيف كام؟ 90 جرام. يبقى أنا بدفع اللي الدولة بتقول ال 90 جرام ده بيكلف 120 قرش أو 125 قرش، أنا بدفع في الرغيف المعادل السياحي كام؟ يا إما 3 في 90 ب 270 قرش، مش 100 مش 5 مش 150 قرش، يا إما 4 في 90 فأنا بدفع فيه 360 قرش. ده معناه إيه يا فندم؟ ده معناه فساد في المنظومة بتاعة العيش. ده معناه يا فندم إن في فئة من المجتمع بتتحمل تكلفة فئة تانية، وده مش من العدالة الاجتماعية في أي حاجة لحدود يعني معينة. بص يا فندم، أختلف مع حضرتك. بص يا فندم، بص يا فندم، لما أنا أشتري رغيف عيش بيقف عليا ب 3 جنيه و60 قرش مقابل مواطن تاني بيدفع رغيف عيش أنا عايزه يدفع 120، أنت عارف لما أسيبه يدفع 120 وأقضي على المنظومة بتاعت الفساد ديت، أنا هدفع له تمن رغيف العيش مش محتاج يدفع فيه أي حاجة. هو مش محتاج يدفع فيه أي حاجة، لأن أنا كمواطن من الـ 36% لما باخدش دعم بشتري الرغيف بـ 3 جنيه و60 قرش، واللي بياخد دعم هياخد الرغيف بـ 120 قرش، يعني أنا كمواطن في الـ 36% أقدر أشيل رغيفين عن التاني، بس اظبط لي المنظومة، اظبط لي المنظومة إزاي؟ حول العيش بقى يا فندم إن هو يتباع بالوزن، ما يتباعش بالرغيف. لما تحوله إن هو يتباع بالوزن يبقى أنا بشتري بالجرام. لما اشتري بالجرام يا فندم هو كيلو عيش بالظبط، اشتري كيلو عيش معناها ايه؟ الجرام 90 جرام ب 120 قرش، يعني الجرام ب 12 مليم ونص، يبقى بقى يخليه لي 50 جرام، يخليه لي 100 جرام، يخليه لي هاخد عيشي انا هاخد، لان هو لما اخد دي اخده بالوزن بيبيعه لي بالرغيف ليه؟ دلوقتي ما بيبيعه بيلعب في القطر بيلعب في كذا. خلينا نرجع طيب. تاني بقى ماشي، انه يتحول من مواطن كان بيدفع 20 قرش في الرغيف ليدفع 125 قرش في الرغيف اللي هو ثمنه، ووقتها هيبقى بجنيه ونص. ما هو يا فندم بيدفع 125، ما الدوله بتدفع عنه 105. ما اجره كام يا دكتور؟ انت عندك الاجور كام؟ لا ما هو عشان ياخد عندك الحد الادنى اللي هو شكله هو هياخد الفلوس دي يا دكتور. الدوله بتدفع عنه 105. يعني نظريا ما هو نظريا عمره ما هتقدر تعوضه إذا الأسعار تضاعفت، يعني هذه الأضعاف المضاعفة. أنت أصلاً الحكومة بتقول عايزة تقلص الدعم، هتحتفظ بهذا المبلغ وتوزعه بالتساوي على كل المواطنين وتحل كل هذه الإشكاليات وتخليه بدل ما كان بياخد بخمسة ياخد 125؟ لا، القضية دي فيها تجاهل. أنت شاكك يعني؟ ده بالتأكيد، لأنه القضية كلها مضخمة. إن لما بيتكلمني عن دعم 600 مليار هذا الرقم غير حقيقي، هذا الرقم محاسب. ما الفندم بيحطوه في المؤسسة؟ ما يحطه معنا بننخضه، ما يجي يناقشوا معانا لو في حوار مجتمعي حقيقي يناقشوا معانا، بنقول لحضرتك كده. وما الناس بتاكل منين؟ بتاكل منين ايه؟ لا يعني المواطن ما هو اصله عمره ما هو بيقول لي دعم طاقة. دعم الطاقة ده اللي هو فرق السعر ما بين سعر الإنتاج المحلي وسعر لو صدره. متجاهلا بقى حاجات كتير في الموضوع، ان هو الدوله بتصرف على البترول ما بتاخد ضرائب من ضريبه ما بتاع ضرائب ارباح وبتاخد قيمه مضافه، ده هيطرح والمواطن بيدفع. ده هيطرح سؤال تاني مهم، معنى كده انه الناس على الكارت بتاعها هيبقى عندها مثلا دعم الطاقه كمان؟ المفروض كل الحاجات اللي الدوله بتدي للمواطن، بس ايه راشونال؟ ما هو يا فندم ما اجيش انا ادي الواحد دعم طاقه اقول ان الراجل دوت بياخد مني دعم طاقه علشان هو مستوى الدخل بتاعه منخفض، فلاقي نفسي بحمل لواحد تاني 4 أضعاف سعر الطاقه. طب ما هو الراجل ده جايز ما عندوش عربيه وبيستخدمش بنزين. يا فندم لان مشاكل كبيره جدا. لا يا فندم، الطريقه دي مشاكل كبيره جدا. الاقتصاد بيدار، انا عندي حاجه بنسميها كوست بلس. كوست بلس، انت يا فندم ما انتش قادر فبتستهلك قليل، واحد قادر بيستهلك كتير. فانا كدوله بكسب من اللي بيستهلك كتير اكتر من اللي بيستهلك قليل. انا دوت بيستهلك كيلو او 2 أو 3 أو 4 بيحط مثلا 20 لتر بنزين في الشهر، واحد تاني بيحط 200 لتر بنزين في الشهر، انا بكسب منه 210 اضعاف ده. خد السؤال ده وبس فكر قبل ما تجاوب. طيب ده نصيحه. طيب عشان انت حبيبي. ماشي. انت عايز تقول لي انه يوم ما ده يتطبق
الدولة هترفع كل أنواع الدعم عن كل أنواع السلع؟ المفروض اقتصادياً في مجتمع اقتصادي أنت عايز توصل وتشغل أدواته صح، المفروض يا فندم مفيش أي دعم لا على سلعة ولا على خدمة، بس مقابل معنى كده إيه؟ إلا خدمتين. معنى كده إيه؟ معنى كده إيه؟ إنه هذا الأمر لن يطبق بس على الناس بتوع البطايق. يعني أنا شخصياً النهاردة الدولة بتيجي تقول لي إيه؟ بتقول لي على فكرة إحنا وده اتقال إحنا هنحرك البنزين لأنه البنزين زاد، فده معناه إنه هيزيد على الراجل بتاع البطاقة وعليا أنا كمان، صح؟ صح. يعني عندما يتم الانتقال من الدعم العيني للدعم النقدي عندنا موجة تضخمية كبيرة. هتزداد التضخم، ما هيزود السيوله في السوق، ما من ضمن العيوب بس السيوله هتزيد. سبب عيوبها مش عايز اخفض السيوله، هيزود. ان التضخم اللي موجود عندنا هو تضخم مستورد في سعر الصرف، هو تضخم غير ناتج من السوق المصري، من الكيان الاقتصادي المصري. انا بدهور في الجنيه المصري كل مره بيحصل لي التضخم اللي موجود عندي. هو ايه اللي بيحصل؟ انت عارف يا فندم ان احنا بندفع في البنزين اقل من قبل التعويم مع كل رفع. ليه؟ لان انت كنت بتجيب اللتر البنزين دوت من الاسواق الدوليه على سعر دولار معين، انت رفعته بكام؟ 10%، بس انت دورت الجنيه ب 60%. انت كان الجنيه بتاعك ب 31، خليت الجنيه السعر الرسمي بتاعه 48، انت دورته ب 60%، رفعت سعر الطاقه ب 20%، انت ما عوضتش حتى فرق السعر اللي في الطاقه اللي انت عملته. معلش نصيحتي اللي فاتت بقولها مره ثانيه، انت بتقول لي انه هذا الامر الانتقال من العين للنقدي لن يؤثر فقط على الناس اللي هم يعني الدولة بتدعمهم، هيأثر على الناس كلها. علشان كده بنقول ايه؟ نتنقل بقى من النظام الفوضى الاقتصادية اللي احنا موجودين فيها ديت لسيستم، يبقى السيستم هو اللي بيحكم السوق، هو اللي شايف الترانزاكشنز كلها اللي بتحصل في السوق، ما يبقاش في حد خارج السيستم. انا شايفه مين اشترى ايه فين والسلعه دي تم تداولها ازاي. انا بص يا فندم، لما الاقي محل فول وفلافل مثلا بيبيع، الراجل دوت عامل ايرادات النهارده مثلا 30,000 جنيه، وفي نفس الوقت مش شايف المشتريات بتاعت الزيت بتاعته، يبقى جابها منين؟ يبقى جابها من بره النطاق الاساسي بتاع الدوله، يبقى راح اشتراها من الناس بتوع الدعم. يبقى عندي طرفين فاسدين في الحاله ديت، الطرف الاولاني الراجل اللي راح اشترى بره المنظومه، والراجل التاني اللي باع له. بصراحه هل الدوله امكانياتها قادره انها تلقى زيت الطعميه؟ لو عايز أفهم. ما انا عايز اقول لحضرتك انه القضيه الرئيسيه مش كل اللي احنا بنناقشه ده، القضيه الرئيسيه انه السياسات الاقتصاديه والماليه نتيجه افراط في الاستدان ورفع، يعني اقول لحضرتك بالارقام ايه اللي حصل. لا يا فندم احنا عارفين الديون بتاعتنا وعارفين طيب اللي حصل. طيب لا النقله اللي حصلت، انما أنا النقله عايز اللي حصلت انا عايز اركز في قرار. لا خلاص احنا فاهمين يا فندم، بس اللي انا عايز اركز فيه، هل المواطن هيبقى حياته افضل في وجهه نظرك لما يتحول الدعم من عيني لنقدي؟ حضرتك انتوا حزب اشتراكي في اللحظه الراهنه نظر. في اللحظه الراهنه ما هو انت حضرتك بتكلمني على رقم بالنسبه لي انا مجهول وغير معترف بيه. ال 600 مليار اللي بتقولها الحكومه انا لا اعترف بيه، ده رقم في اغلبه محاسبه، مش فلوس حقيقيه الحكومه بتدفعها لدعم حاجه، ولا في المعاشات ولا في الطاقه ولا بتاع. الرقم الحقيقي بتاع الخبز والتمر ده مش 600 مليار ولا حاجة. ده في حدود 100 مليار. 100، فمش هو اللي يعمل المشكله دي. مفيش حكومه جاده في هذا الوضع تقعد تناقش في ال 100 مليار دول وتشغلنا طول الوقت فيه. أيوة، انا مع اي حلول، مع اي حلول لتحسين التوزيع، لكن المزمع، يعني خلينا نستخدم الكلمه دي، المزمع انه لن يكون على ارض مصر شيء مدعوم. كل حاجة هتبقى المواطن اللي كان يستحق دعم، يدي أجور الأول بقى، مش مدعوم عيني. يظبط يا فندم أجور ليه؟ ما أنت واخدها في الكارت. إيه أنا بعوضك عن إيه؟ يا فندم إحنا مش هندعم اللي إحنا بنقول عليه، ما تدعمش السلع، ادعم المواطن. هو أنت اللي يهمك رغيف العيش والزيت والرز ولا المواطن المصري؟
ومستوى حضرتك جودة بتتكلم حياته. حضرتك اتكلمت انا اختلف معاك في اللي قلته منهجيا. حضرتك اتكلمت انه لما بعض المواطنين بياخدوا يعني بعض السلع اللي هم الفقراء مدعومة نسبيا، يبقى في أقلية من المجتمع هي اللي بتتحمل العبء ده نيابة عنه. طبعا أنا بالعكس أقول لك، أنا أقول لك إن في أقلية محظوظة في المجتمع هي اللي واخدة الثروة كلها، ويعني نتيجة تجاهل العدالة الاجتماعية. دي النظرية الاشتراكية دايما. طبعا ما أنا اشتراكيين وأنا هنتكسف إن أنا اشتراكي. لا أنا ما قلتش تتكسف. دي ده اعتقاد الشعب المصري، حضرتك انزل في الشارع هيقولوا لك كده، إن في يعني تفاخم للفجوة الاجتماعية نتيجة سياسات برضو دي. تاني يا فندم، لو قررنا إن احنا فده أنت بقى كمان لما تتفاقم الفجوة الاجتماعية دي، حتى الفقراء اللي اعترفوا في الاتفاق مع الصندوق إن في آثار بتيجي عليهم وهياخدوا جزء من الوفر يدعموهم شوية، عايز تلغيه وتقول لي ده لا مش هو مفيش إلغاء، الدعم موجود ولكن هيتحول من صورة عينية لصورة نقدية. يعني نظري لو كان الامر كذلك مواطن. فقط اتفق معهم، هم قالوا لنا كده. لكن لا، ما انا شايف الصوره مختلفه. انا جاي مع حضرتك وبقول الصوره ان في خلل في كل هذه السياسات، ان في سياسات بتزود الفقر، في سياسات تجميد الاجور والنزول بها كنسبه وبتاع، ده سياسه متفق عليه، انا ما بخترعش الارقام من عندي، دي سياسة اجتماعية ومتفقين موجودة في خطاب النوايا مع الصندوق، وانا اقرا لك النصوص. احنا ما اخترعناش، احنا قرينا فندم الخطاب. ولذلك انخفضت الاجور. طيب انخفضت، خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني ونقول اقتراحات ازاي هذا الامر لو هيتعمل، لان انا قلت لحضراتكم يبدو ان الامر جاد، ويبدو ان الدولة بتدرس هذا الموضوع هذه المرة بشكل جاد جدا. فنطلع فاصل إعلان ونرجع تاني ونقول إيه هي الضوابط اللي يجب توفرها لو الدولة نساعد، يعني ده جزء من الحوار المجتمعي، لو الدولة قررت إنها تنقله من عيني لنقدي. ابقوا معنا.